المرأة اليمنية عندنا في ميادين الجهاد تدفع بأبنائها وتربي الأجيال، إعداد الأكل للجبهات، وفي إعداد القوافل، وفي استقبال الشهداء، استقبال أبنائهن أو إخوتهن أو أزواجهن بالهتافات وبالفرح وبالسرور. المرأة اليمنية عندنا تقدم الحلي والذهب وتقدم المال وتقدم الأولاد وتقدم القوافل الغذائية وتقدم كل شيء. هذا المرأة عندهم هي من تقدم ذهبها وعيالها وأخوتها وزوجها، بس يروحوا يموتوا، هذا أحسن مرأة. أما باقي تتوظف ولا تشتغل ولا هذا أعلم الله إيش معها، بتدرس هذا بتروح إلا من أجل يشوفوها، هذا همهم في المرأة. يعني كل بلدان العالم، الدول إيش مهمتها؟ الدول أنها توفر خدمات وأكل وشرب وتعليم وصحة للناس وتترك لهم حرياتهم الشخصية، لكن العصابات لا، تتدخل في شؤونك الشخصية وكيف تلبس وكيف تحلق راسك وتحرمك من الأكل والشرب والوظيفة وكل شيء، هذا شغل العصابة. المرأة اليمنية هي مرأة لها مكانة عظيمة. المرأة جوهرة مكنونة. احنا نصون المرأة ونحافظ على المرأة وعلى اسم المرأة وسمعة المرأة ومكانة المرأة. الله والحرص، يعني خايف قلوبهم يعني رقيقة على المرأة، يعني حريص عليها فقط من الخيط حق البلطو هذا، وان البلطو هي واسعه ولا مش واسعه، هذا هو الحرص. الحرص على المراه انه ما تسلطش عليها ألسنة الناس في قنواتكم وفي منابركم وتشهروا بها عشان انها بتشتغل او بتعمل او بتدرس. الحرص على المراه انك ما تخليهاش باب السجون تلاحق ابنها ولا زوجها ولا اخوها وتهين كرامتها، تتمنى تشوف وتحرمها من اخوها ولا ابوها. الحرص على المرأة انك ما تحولهاش الى بلطجي يطلع فوق الطقم وتسلحها عشان تروح تقاتل، هذا هو الحرص على المرأة. الحرص على المرأة انك ما تشغلهاش بس الا للكعك ولا تحرمها من ابنائها وتحولها يتيمة وتحولها ارملة، هذا هو الحرص. ما تشغلهاش في شبكات من اجل تسقط خصومك، هذا هو الحرص.